أبطال الجزائر في أولمبياد باريس عادوا إلى أرض الوطن. الحمد لله، معروف الشعب الجزائري بالحرارة تاعه. الحمد لله رغم كل الضغوطات الشعبية أنا كنت قاعد الرياضيين وحققنا نتائج. هذا شرف لينا وشرف الجزائر. نشكر رئيس الجمهورية اللي هنعنا ونشكر قيادة الجيش الشعبي الوطني اللي راهي مشرفة عليا ماديا ومعنويا وتمرين في فلاجي. تحية الجزائر. شكرا. في مطار هواري بمدين الدولي كان وزير الرياضة والشباب عبد الرحمن حماد على رأس وفد رسمي في استقبال أبطال الجزائر الذين شرفوا الراية الوطنية في أكبر محفل رياضي دولي. من أحسن المشاركات، يعني كانت أحسن مشاركة في دورة 96 بأتلانتا، وين تحصلنا على ذهبية سلطاني في المركب الله يرحمه وذهبية نوردين مورسي في سباق 1500 متر، وكانت عندنا ايضا برونزيه. ونفس الشيء يعني تحقق في العاب باريس 2024 وين جبنا يعني ذهبيتين وميداليه برونزيه. كما شفنا ايمان خليف وين كانوا داروا حمله مسعوره جدا عليها، وين قالوا انها ذكر ماشي انثى، وهذا بعد ذلك الضغط الكبير اللي كان عليها. شفنا ايضا كيليان مور اللي كان ايضا عليها الضغط من طرف الاعلام الفرنسي، وين ايضا كانت خسرتها فرنسا، ومن بعد لما كانت مع الجزائر واخذت الميداليه الذهبيه ندموا عليها بزاف. وشفنا الاعلام الفرنسي اخذ موجه وايضا هجوم كبير عليها. وايضا شفنا سجاتي اللي ايضا كان عليه ضغط وين حاولوا يشوهوا السمعه نتاعو بتعاطي المخدرات ولا تعاطي المنشطات كما نقولوا. ايضا هذا ما يمنعش انه داروا قدرات كبيره وحققوا ميداليه ذهبيه وبرونزيه ويعطيهم الصحه. بمشاركه 46 رياضيا ورياضيه كلفت ميزانيه تحضيرهم 280 مليار سنتيم، حلت الجزائر في المرتبة الثانية عربياً والتاسعة والثلاثين عالمياً بالنسخة 33 للألعاب الأولمبية بفضل ميداليتين ذهبيتين أحرزتهما كيليان مور في الجمباز وإيمان خليف في الملاكمة النسوية، وبرونزية جمال سجاتي في نهائي مثير وسريع لسباق 800 متر.